نجم هشام ماجد. يا هشام ألف مبروك، وكل سنة وانت طيب، ودايما كده بتعمل حاجات مختلفة وناجحة ومكسرة الدنيا. يا لينا، ازيك؟ والله يبارك فيكي، وشكرا جدا جدا، وكل سنة وانت طيبة، وكل الجمهور طيب، ومصر كلها بخير يا رب، والعالم العربي كله. يعني هشام ما شاء الله، رمضان اول الجزء، يعني اول جزء في رمضان اشغال شقه كسر الدنيا. وعايزه اقول لك ان انا بكلمك دلوقتي كبيك فان، مش بس كمذيعه، الله انا يخليكي. كنت مفتقده قوي المسلسل في النص التاني. يعني عايزه اقول لك انا بقيت قاعده اقول يا رب بقى يفكروا كده يعملوا زي اللعبه ويعملوا بقى كذا جزء ونكمل بقى، نفضل مكملين في والله انا كمان كنت مفتقده، وكنت حابب جدا الشغل فيه، وحابب الفتره اللي صورناها دي. يعني كان فعلا كواليسها حلوه، وانبسطت جدا برد فعل الناس على المسلسل وبنجاحه. بس هو احنا برضو يعني حبينا نسيب الناس وهم جعانين، يعني ما جدا. نزهقهمش من المسلسل. بس فاصل من اللحظات اللذيذة بقى، لازم بقى كده اقعد اتكلم معاك عليه، لان انا كان عارف اللي هو انا برضو قاعدة في السينما بتفرج على الفيلم. اول حاجة انا بركز قوي في رياكشنات الناس في السينما، الناس بيبقوا بيعملوا ايه، بيضحكوا ازاي، الناس بتضحك طول السينما. يعني انا ببقى بضحك، بس دايما بحس ان انا ببقى اللي هو ببقى بضحك قوي، بس الناس فعلا كانت بتضحك جدا. فيلم من النوعية اللي احنا مفتقدينها، اللي هو كل الاعمار تخش وكل الناس تتفرج عليه والفيلم ما يزهقش، وواضح قد ايه ان انتوا تعبتوا جدا في الفيلم ده. والله يعني الفيلم ده بالذات فيلم عزيز على قلبي قوي، لان هو يعني احنا خدنا وقتنا فيه، فهو زي ما تقولي كده اتعمل بمزاج. يعني هو اتكتب من فترة، من سنتين، وبعدين كنا هنخش نصوره في الصيف قبل اللي فات، وبعدين حسينا ان احنا لسه مش جاهزين وعايزين نشتغل عليه اكتر، فاجلناه لمدة سنة، وبعدين دخلنا صورناه. وزي ما بقول لك اتعمل بمزاج. انا بحب كل الناس اللي في الفيلم، بحب من اول المؤلفين اللي كتبوا الورق، شريف نجيب وجورج عزمي، لصديقي احمد الجندي المخرج الكبير اللي عنده اعمال كتيره قوي، هي علامات مهمه في الكوميديا في مصر، لهنا الزاهد الجميله اللي انا استمتعت جدا بالشغل معاها في الفيلم ده، محمد ثروت وجن رامز، كل الناس بصراحه. المخرج طبعا احمد السبكي، طبعا اللي بصراحه يعني بشكره جدا على الفيلم ده، هو ومحمد احمد السبكي ابنه، لانهم فعلا بذلوا مجهود، وهم اللي قوموا المشروع من الاول خالص. يعني انا عارفه ان في مشهد في الفيلم قعدتوا كتير قوي بتصوروه، تقريبا 7 ايام صح كده، وانا بتفرج على الفيلم كنت قاعده مستغربه ان ازاي انا وانا بتفرج كمشاهد حاسه ان ايه ده، مفيش غلطه. بعدين سالت بقى كده شويه اصدقاء ليا في الوسط، قالوا لي انتوا قعدتوا 7 ايام بتصوروا مشهد، وده يدل قد ايه ان انتوا كنتوا مركزين ان فعلا المشاهد يبقى حاسس ان انتوا بيتفرج على حاجه حقيقيه 100%. فعلا هو اكيد انت عارفه المشهد ده اللي هو فيه الخناقه الكبيره اه في الفيلم، هو فيه جرافيكس كتيره وفيه اكشن طويل، فهو فعلا خدنا وقتنا قوي في تصويره، بس الحمد لله هو يعني اكثر المشاهد اللي في الفيلم اللي الناس مبسوطه بيها، وفي رد فعل ايجابي عليه الحمد لله. ده مفروض تاني فيلم ليك مع هنا الزاهد، بس الفيلم الاولاني لسه منزلش، وده اول فيلم ينزل ليكوا انتوا الاتنين مع بعض، وكل الناس بتتكلم على الكيمستري بينكوا. يعني انتوا بينكوا كيمياء خطيره، انا وانا بتفرج حاسه ان انتوا فعلا عيله، مش حاسه ان انتوا اتنين بتمثلوا. وبرضه انت عارف انا بحب كده اسال، والعصفوره بتقول لي شويه حاجات، انتوا كنتوا بتراجعوا قوي. يعني انا لما سالت هنا قالت لي احنا كنا نيرد جدا قبل التصوير، احنا بنقعد كنا دحاحين قوي نراجع فعلا، كنا بنقعد دحاحين قوي. صح؟ وهي انا يعني بصراحه من اول قعده قعدتها معاها هنا عرفت ان احنا ان شاء الله هنعمل شغل كويس مع بعض، لان هي بتحب تذاكر قوي، بتحب تشتغل على تفاصيل شخصيتها كتيره، بتحب تعمل بروفات طول الوقت، طول الوقت تتكلم يلا نعمل بروفه تانيه، يلا نعمل، حتى في المشاهد واحنا بنصور بتبقى عايزه تراجع وتزود حاجات قبل ما نصور المشهد على طول. فهي بصراحه مجتهده جدا وشاطره جدا، وفعلا قدمت شخصيتين في الفيلم ما تحسيهمش قريبين، عكس بعض تماما، وعملتهم كويس جدا. فانا يعني انبسطت فعلا بوجودها في الفيلم. لا وانت كمان، يعني انا الشخصيتين بصراحه بالنسبه لي سواء دريه او صالح الاثنين كانوا بعاد بعاد جدا، لا بكل البعد عن بعض، وده كان بيبان قوي ان انت حتى من رياكشنات الشخصيه تبقى عارف ان لا ده اي واحد فيهم. ايوه الحمد لله. ده يعني ده برضو يعني لان الورق اصلا مكتوب حلو، وما رسمين الشخصيات بشكل كويس جدا المؤلفين، والبروفات اللي خلانا استاذ احمد الجندي نعملها كتير خلتنا لابسين الشخصيات قوي، فالتصوير بقى نفسه سهل خلاص، بقى كل واحد عارف تفاصيل وشكل الشخصية هيقدمها ازاي.
هشام، ايه قصة المطبخ البامبي ده؟ المطبخ البامبا ده افيه كان جوه الفيلم، فانا قلت لهنا ما تقولي يعني ما تجري على المطبخ وتقولي يا الله المطبخ بقى بامبا، حاجه كده حسب ما انا، لان المشهد اصلا اتشال من الفيلم. فبس بعد كده قلت لها ايه رايك في الافيه، فقالت لي انا اللي قايلاه، فقعدت اقول لها لا انا اللي قايلاه، فقعدنا نهزر فيها كتير كده، وفعلا احتمال تبقى هي اللي قايلاه وانا ناسي على فكره، بس اكتشفنا في الاخر اصلا ان الافيه دمه تقيل جدا وهو اتشال من الفيلم احسن، اتشال من الفيلم اللي احنا قعدنا نتخانق عليه. بتتخانقوا على الفاضي في الآخر. ايوه هشام، يعني ما شاء الله الإيرادات بتاعت الفيلم، يعني أنا كنت متأكدة إن الفيلم من أول التريلر ومن وأنا بقرأ عن تحضيراتكم للفيلم وقد إيه بقالكم كتير بتحضروا له، كنت متوقعة إن الفيلم هيعمل إيرادات كبيرة جدا، بس ما شاء الله الفيلم عمل إيرادات هايلة قوي سواء هنا أو في الوطن العربي. هل كنت متوقع ده يا هشام؟ والله يعني لا الإيرادات الصراحة يعني أكتر من اللي أنا كنت متوقعه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا كرمنا قوي في الفيلم، وإحنا يعني كنا برضو مسافرين في الخليج اتفرجنا على الفيلم مع الناس في السينمات وكده، رد الفعل بصراحة عظيم، انبسطنا جدا، ويعني بشكر كل الناس اللي قدرت الفيلم ودخلته ودفعت تذاكر علشان تتفرج عليه، وفي ناس دخلته مرة واثنين وثلاثة، فأنا بشكرهم جدا، ويا رب اللي ما دخلوش يدخلوا بقى كمان لسه عشان يعلوا الإيرادات. لا ان شاء الله الناس كلها هتدخله، وانا والله انا بشكرك جدا على النوع الكوميديا اللي بتقدمه، يعني عايزه اقول كلمه كده بالبلدي، الكوميديا اللي انت بتقدمها ما فيهاش اللي هو ايه الحزق بتاع الافيهات، احنا بجد بنتفرج وبنضحك وبنبقى مبسوطين من قلبنا سواء في المسلسلات اللي بتقدمها او الافلام، وانا مبسوطه قوي ان ده بقى نوع كوميديا موجود. فهشام بجد بالتوفيق في كل حاجه جايه، ودايما كده تفضل تعمل حاجات مختلفه وتكسر الدنيا ان شاء الله. شكرا يا لينا جدا جدا جدا، ويا رب يعني افضل دايما اعمل حاجات تبسط الناس وابقى عند حسن ظنهم، وبشكرك انك سمحتي لي بالمداخلة دي، وكل سنة وانت طيبة، وعلى الجمهور كله يا رب. كل سنة وانت طيب، وشكرا جدا، احنا واخدينك من وسط حاجات كتير، فانا اللي بشكرك على ربنا المداخلة دي يخليك يا يا عيني، هشام. بشكرك جدا، مع ميرسي جدا، السلامة. مع السلامة، شكرا.